لما شافوا بسنت راحوا اتحرشوا بيها. انا عايز حق من الشباب دول، كنا مش هتتنازل عن القضيه ونكملها وهتاخد حقها بالقانون. صور لمحادثات بينها وبين اشخاص بيهددوها بالقتل واللي هم يرشوا على وشها ميه نار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للاسف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظواهر غريبه على مجتمعاتنا العربية، وبصراحة الواحد ما عادش فاهم مين الصح ومين اللي غلط. انتشر على موقع تويتر هاشتاج ادعم بسنت. هنتكلم مع بعض عن تفاصيل الهاشتاج ده وايه سبب انتشار الهاشتاج ومين اللي نشر تفاصيل القضية اللي قدامنا النهاردة. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مرة بتشوفونا ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. حكايه النهارده بتبدا يوم الخميس اللي فات الموافق 10/12، لما بنت اسمها بسنت قررت ان هي تنزل عشان تخرج. بسنت نزلت وراحت شارع بورسعيد في مدينه ميت غمر. بسنت لما نزلت كانت لابسه هدوم ملفته للنظر، بمعنى اصح شفافه، وعن طريق الصدفه كان في 7 شباب موجودين في المنطقه، فلما شافوا بسنت راحوا اتحرشوا بيها. فطبعا الشارع اتلم وفي 1000 واحد كانوا واقفين يتفرجوا على الواقعه. بسنت بعد الواقعه دي راحت على اسم الشرطه قدمت بلاغ ضد ال7 شباب دول، فتحركت قوات الامن وراحت لمكان الواقع وفرقوا كاميرات المراقبه في المكان هناك، وبالفعل اتاكدوا ان كلام بسنت كلام صحيح، فتم القبض على ال7 شباب دول، وكانت اعمارهم 16 سنه و17 سنه و18 سنه، يعني في الجامعه وفي الثانويه العامه، شباب لسه مراهق ولسه مش مدرك اللي هو بيعمله. وبالتحقيق معاهم قالوا ان هم كانوا واقفين وما لهمش اي دخل بالموضوع، زيهم زي كل الناس اللي كانت واقفه، وانكروا كل الكلام اللي بسنت قالته وقالوا احنا ما عملناش حاجه. وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابه العامه حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق. ففي بعض من الناس حاولوا يتدخلوا عند بسنت ويحلوا الموضوع بشكل ودي، حرصا من الناس دول على مستقبل الاولاد لان مستقبلهم هيضيع. لما تواصلوا مع بسنت رفضت وقالت لا انا عايزه حقي من الشباب دول، وانها مش هتتنازل عن القضيه ونكملها وهتاخد حقها بالقانون. وكل الكلام اللي بقوله لحضراتكم النهارده ده على لسان بسنت صاحبه الواقع. وعرضت كمان بسنت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحادثات بينها وبين اشخاص بيهددوها بالقتل واللي هم يرشوا على وشها ميه نار في حاله اللي هي ما اتنزلتش عن المحضر ده. وعرض على حضراتكم دلوقتي المحادثات دي. زي ما حضراتكم شايفين المحادثات اللي قدام حضراتكم دي كانت بين بسنت وبين احد الاشخاص اللي تواصلوا معاه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعتذر لحضراتكم على الالفاظ اللي موجوده فيها، بس انا هحط خط اسود على الالفاظ واكيد حضراتكم فاهمين ايه اللي مكتوب فيه. نصيحه مني ليكي، اتنازلي عن البلاغ احسن لك، لان لو حصل لهم حاجه مش هتشوفي الشارع تاني، تمام؟ فخلصي الموضوع احسن، لان الكل عارف انك اسف طبعا في اللي مكتوب. ماشي. المحادثات الثانيه اللي نشرتها بسنت بتقول ايه؟ حبست عيال ما لهمش ذنب في اي حاجه، بس على فكره انت اللي هتزعلي، هتلاقي ميه نار مكبوبه على وشك تخلي وشك مش نافع. الرساله اللي قدام حضراتكم مكتوب فيها ايه؟ هعمل لك موضوع واحبسك قريب. زي ما حضراتكم شفتوا دي المحادثات اللي نشرتها بسنت على مواقع التواصل الاجتماعي، والموضوع ما انتهاش لحد كده. على حد كلام بسنت ان هم دخلوا على صفحاتها الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي واخدوا صور خاصه بيها وقدموا بلاغ بالصور دي ضدها للنائب العام عشان يبينوا ان سلوكها مش كويس. في نهايه كلامي للاسف انا مش هقدر ادي لحضراتكم راي، لان الصوره لسه مش واضحه في القضيه دي وفي علامات استفهام كتير، زي مثلا اسماء عرفت اسماء الشباب دول منين عشان تروح تبلغ عنهم، فهل فعلا دي قضيه تحرش ولا في حاجه تانية مستخبيه احنا ما نعرفهاش؟ بس خلينا متفقين لو اللي قدامنا دي قضيه تحرش فانا برفض التعدي على اي حريه من حريات البنات، وطبعا التحرش ده تصرف مرفوض في كل المجتمعات العربيه واخص بالذكر مجتمعنا المصري. انا عرضت على حضراتكم الخبر وما قلتش رايي لان انتظر تحقيقات النيابه هتقول ايه، وبعد كده هطلع واعرضها على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.